السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا المقطع إن شاء الله شباب راح نستعرض بوكسين ألعاب. طبعا البوكسين هذول اشتريناهم من محل جي كي الذي موجود في مسقط مول. طبعا فيجر واحد أو بوكس واحد في فيجر وفي لعبة. طبعا الفيجر الأول اللي هو تبع لعبة سول كاليبور مع الفيجر لشخصية سوفيتا، طبعا قيمته 50 ريال. وفي نفس الوقت أعطونا هم هدية، يعني تشتري واحد تحصل على واحد مجانا. طبعا البوكس الثاني اللي هو تبع ناروتو، طبعا وموجود في فيجر تبع شخصية ناروتو. طبعا راح نستعرضهم في هذا المقطع، وعسى ان شاء الله راح يعجبكم استعراض هذا البوكسين. طبعا طريقة، طبعا هذه اول مرة استعرض فيها بوكسات تبع الالعاب في القناة، واتمنى اني راح استعرضها بطريقة طيبة، وشكرا لكم على حسن المتابعة.